سيد محمد، يعني لو بدنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك البطاقة الشخصية، مين هو محمد ومتى تم دخولك إلى الإمارات؟ إلى الإمارات 1969. نعم. أنت دخلت الإمارات عام 1969. 69 نعم. أنت ليش يجي الإمارات؟ يعني كان أنت يروح سعودية، يروح خليج، يروح برا أوروبا. إمارات، أنت كيف يسمع الإمارات ويجي داخل الإمارات؟ بعدين عارف غريب من إيران يعني. نعم. يعني شو كنت تشتغل بإيران أنت قبل 69؟ شو كنت تعمل؟ ما أشتغل هناك من قبل. أنا يوم جاء هني 1969. نعم. كان صغير ما في شغل هناك، بس أنا جاء هني هاك شغل. نعم. نحكي عن الشيخ زايد رحمة الله عليه طيب الله فراه. يعني أنت من عام 1969 داخل دولة الإمارات. أنا شوف الشيخ زايد. أنا سالم مع الشيخ زايد، هذا من المسجد جامع الشيخ زايد بدارة المياه. نعم. مو جامع جديد. نعم. مو هذا جديد، هذا بشارع مطار دارة المياه. أنا سالم مع الشيخ زايد هذا منه. هو ليلة 27 رمضان شريف هو. 27 رمضان. ها. يعني الايام هاي، يعني زي الايام هاي اللي احنا مقبلين، ايام في رمضان شريف 27 على طول الشيخ زايد يجي في المسجد، مسجد الشيخ زايد الله يرحمه، هني مال دارة المياه شارع مطار، مسجد قديم. نعم. ونتكلم شوي عن تجارة الاغنام وتجارة المواشي. يعني كيف بتشوف حالك في تجارة المواشي؟ يعني شو بتقدم خدمات؟ والله الحمد لله وشكر. زين. من وين تجيب مواشي هاي داخل؟ مواشي يشتري من دبي. من دبي. ها. نعم. وعربي يجي من هني من العين الختم. لما وجد الأمان وجد الاستقرار والاستثمار. شو بتوجه مسج إلى شيوخنا وحكامنا دولة الإمارات الآن بسمعوك؟ تفضل. الحمد لله وشوف كل شيء بخير وكل زين إن شاء الله. أنا يقول الله يعطي السهوة والعافية. آمين. والله إن شاء الله الله يحفظه. يعني احنا اليوم مقبلين على رمضان، يعني ان شاء الله، يعني شو بتوجه بطاقه معايده الى الوطن وقائد الوطن؟ انا اسوي دعاء على طول الله يعطيك الصحه والعافيه حق الشيوخ، حق شعب الامارات، والله يحفظه. نعم. كله ان شاء الله. ان شاء الله. في مسج اخير حاب يوجه؟ مسج اخير. مسج اخير الله يعطيك الصحه والعافيه كل شيوخ وشعب الامارات وكل المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم امين يا رب.